من عمان معنا الدكتور خالد شنيكات، رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية. مرحبا بك دكتور خالد. يعني كيف تقرأ كل هذه التطورات، سواء لناحية استهداف الداخل الإسرائيلي من قبل ميليشيا الحوثي، وربما هنالك يعني استهدافات منتظرة من قبل محور الإسناد والإشغال بشكل عام، وأيضا تلك التطورات التي نشهدها في الساحة اللبنانية؟ في البداية تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين الكرام. واضح بأنه بعد عملية اغتيال نصر الله وكبار القادة في حزب الله قد نشهد تغييرا في الوضع على الأقل في لبنان، وقد نشهد انخراطا أكثر وبشكل خاص اليمن وربما أيضا إيران، لكن لا أعتقد أن إيران تنخرط بشكل مباشر، ربما تعزز دعمها وإسنادها للفصائل المقاومة وبشكل خاص لحزب الله من أجل تعويض ما يتعرض له من خسائر. الآن استحالة عبر الضربات الجوية التي تقوم بها إسرائيل القضاء على حزب الله، وثبت بأن هذه الضربات الجوية لديها تأثير لكنه ليس تأثير حازم، بالتالي لابد من معركة برية. إذا استطاعت إسرائيل الاستمرار في القصف وإضعاف حزب الله بمعنى وقف الضربات الصاروخية، نعتبر أن إسرائيل قد حققت نجاحا بالمطلوب. لكن إذا استمرت الضربات الصاروخية لحزب الله رغم القصف الكثيف الذي تقوم فيه الطائرات الإسرائيلية بعد توسع العمليات، فإننا نستطيع أن نقول أن إسرائيل فشلت، وبالتالي يستلزمها الآن هو الذهاب لعملية برية. الذهاب لعملية برية بهكذا وضع من المتوقع أن تحصل خسائر كبيرة في الجانب الإسرائيلي، ويتكرر السيناريو حرب 2006، وقد تضطر إلى القبول بتسوية ما قد تشمل، أنا أقول قد تشمل الوضع في غزة. يعني دكتور خالد، عندما تتحدث عن خسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي، يعني الآن بعد كل هذه الخسائر التي تم إيقاعها في جبهة حزب الله، ما الذي سيقع على الجيش الإسرائيلي؟ يعني لا نجد بأن هنالك أي تهديد سيطول الجانب الإسرائيلي طالما أن الجبهة اللبنانية بهذه الهشاشة. أود أن أوضح، أقصد بالخسائر إذا تدخل برياً. الجيش الإسرائيلي إذا تدخل برياً متوقع أن يواجه السلاح اللي هي المضاد للدروع بشكل خاص، الأسلحة لحزب الله التي تستهدف الدبابات وخاصة كورنيت وغيرها، وهذه سهلة اصطياد الدبابات. لكن سلاح الجو لا أحد يجادل بأن لدى إسرائيل تفوق مطلق في سلاح الجو على كل لبنان وسوريا، وهي تقوم بعملياتها بدون أي تهديد حقيقي لطائراتها. الآن ما تقوم فيه إسرائيل هو استهداف بنك أهداف حصلت عليه من معلومات استخباراتية، سواء بشكل مباشر عبر التنصت اختراق شبكة الاتصال، أو عبر عملاء أو عبر أطراف أخرى. بنك الأهداف يبدو لهذه اللحظة هو دقيق بشكل كبير، والعمليات في الطائرات الإسرائيلية كبيرة. لكن السؤال الذي يطرح دائما، هل هذه العمليات بالنسبة لإسرائيل قد تمنع حزب الله من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل؟ إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ، معنى ذلك أن إسرائيل ستدفع باتجاه عملية برية. إذا دفعت بعملية برية، من المتوقع أن تواجه مقاومة من عناصر حزب الله. بمعنى، لماذا أقول هنا المقاومة؟ لسبب بسيط، لأنه القتال سيكون وجها لوجه مع دبابات إسرائيلية، مع المشاة وغير ذلك. دكتور خالد، هل هنالك خشة على الأردن من أن تستغل بعض الجهات الوضع الإقليمي والوضع الشعبي أيضا والسخط على الجانب الإسرائيلي، ومحاولة افتعال أحداث أمنية لزعزعة استقرار الأردن؟ الحقيقة الأردن لديه هوائم جس فيما يتعلق بهذا الموضوع، والقضية بالهواجس هي مرتبطة بما تحدث عنه جلالة الملك في خطابه في الجمعية العامة.
وهي هواجس تتجسد في الوطن البديل وتتجسد في تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية وبشكل خاص القدس، وهواجس تتعلق فيما تجاوزات أمنية قد تقوم فيها إسرائيل. طبعا الصواريخ التي تمر عبر حدود الأردن من أي طرف بالنسبة للأردن وعلى لسان القيادة هي تشكل تهديدا للأردن. هذه أبرز المخاطر التي توضع. بالنسبة للأردن الحل الصحيح لهذا الموضوع هو الذهاب باتجاه تسوية سياسية وحل يضمن إيقاف الحرب في قطاع غزة، خاصة بأن الأردن يرى استمرار هذه الحرب إنها قد تتوسع، وتقريبا وجهة نظر الأردن حتى هذه اللحظة يثبت صحتها لأن الحرب توسعت في اتجاه لبنان. نعم. ومن غير المعلوم أين ستتوقف. لكن فيما لو يعني تم استخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي من الأطراف المتحاربة إذا اتسعت أكثر رقعة الحرب، كيف سيكون أو كيف نتوقع أن يكون موقف الأردن؟ يعني على لسان وزير الخارجية أو على لسان جلالة الملك رفضوا أي فكرة لاستخدام الأجواء الأردنية وحتى على لسان قائد الجيش، وبالتالي الذي سيقوم في الأردن وفقا لما تم التصريح فيه هو مواجهة أي هدف جوي يمر عبر الحدود الأردنية. هذا هو ما يعلنه وزير الخارجية، يعلنه قائد الجيش، وأيضا الأكبر من ذلك هو جلالة الملك. واضح أن هذه المعادلة التي ستتم، لهذا الأردن ضد التصعيد. الأردن يطالب بوضوح بإيقاف الحرب في قطاع غزة وأيضا في لبنان والذهاب لتسوية سياسية، ويرى تحديدا بأن المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بل إن الحكومة الإسرائيلية جميعها متطرفة وتدفع المنطقة إلى صراع مرير، وأنه ربما هذا لغايات قد تبدو معلومة بعضها وبعضها غير معلومة، ربما تعتبر ما حدث في 7 تشرين الأول فرصة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع. والدليل على ذلك أن بنيامين نتنياهو حينما بدأ بمهاجمة لبنان قال سنغير وجه المنطقة. هذا التغيير حقيقة مستند لتصريحات متتالية من الحكومة الإسرائيلية بفكرة الوطن البديل، بتغيير الوضع، بإجهاض الدولة الفلسطينية، خاصة ببناء المستوطنات الجديدة، التوسع في الاستيطان، كلها قضايا حقيقة تؤثر وتمس مساس مباشر المصالح الأمنية الأردنية. لا يبدو بأن دكتور خالد، لا يبدو بأن إيران تريد أن ترد، ولكن هل تتوقع ردا مفاجئا لإيران؟ وهل الوقت مناسب اليوم للحديث عن تدخل عربي لاستعادة لبنان إلى محيطه العربي، أم أن إيران ستفاجئنا؟ حقيقة إيران تستند إلى سياسة ما يسمى الصبر الاستراتيجي، وهو النفس الطويل، وهذه السياسة على الأقل بما يحدث في لبنان لم تنجح. والدليل على ذلك أن حزب الله تعرض لضربات كبيرة وقوية وقاسمة، وحتى المسؤول في الحرس الثوري الإيراني عن سوريا ولبنان تعرض هو الآخر سيد عباس إلى الاغتيال. الآن إيران بين، ولم ترد إيران على هذا الاغتيال بالمناسبة، يعني لا، هذا الاغتيال تم بالأمس. لا. يعني اغتيال نصر الله والمسؤول الحرس الثوري مع نصر الله ومجموعة من قادة حزب الله وحرس وضباط حرس ثوري تم بالأمس. الآن ربما المسألة تحت المداول. إيران لم ترد على اغتيال هنية. إيران تعرضت أكثر من مرة للقصف والتزمت الصمت أو ترد عبر طرف ثالث، لكن واضح الآن هي في موقف حرج. إذا ردت إيران حتما ستنخرط في حرب شاملة في المنطقة، وفي حال انخراطها في حرب فإنها قد تستهدف مباشرة الأراضي الإيرانية، ولديها أيضا تشابكاتها مع المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتفاوض لأجله. القضية الثانية، إذا لم يتم
الرد الإيراني سينظر من كل خلينا نقول شعوب المنطقة على أن إيران تخلت عن محورها، تخلت عن حزب الله، تخلت عن حماس، تخلت عن الفصائل المقاومة الفلسطينية، وحتى أبعد من ذلك، ويروا يعني بأن إيران تسعى بالدرجة الأولى لتحقيق هدفها. لهذا إيران بين هذه النار والنار الأخرى اللي هي لابد من الثأر والانتقام والتأكيد على الترابط ما بين الفصائل، ما بين إيران وهذه الفصائل. الآن لا أعتقد أن إيران ستنخرط بشكل مباشر في الحرب، ربما تلجأ إلى زيادة مساعداتها لحزب الله لتعويض كما ذكرنا النقص، ربما تدفع بكبار مستشاري ضباط الحرس الثوري للدخول، ربما هي بعثت في عام 1981 بعض ضباط الجيش الإيراني للمساعدة في حرب إسرائيل، ربما تعيد التكرار نفس السيناريو، ولكن ليس بانخراط كلي، لأن الانخراط الكلي إيران تواجه تحديات كما أشرنا بمتعلق برنامجها النووي، بمتعلق بتهديد الولايات المتحدة بأن أي انخراط إيراني يعني وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل والدفاع عنها وما يترتب عن ذلك من هجمات قد تتعرض لها المصالح الإيرانية أو الأراضي الإيرانية. شكرا من عمان الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية.